ابو حلاوه بقى طم الحق محمد مبروك نور الدنيا علينا رجال اعمال مصر ارفع الحاج على ابو حلاوه بقى طم على كتافك عادل ابو حلاوه عادل بيه ابو حلاوه المقطع انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيره ابو انا لسه عشان غفار نسمع بقى نسمع نسمع انا لو عشت خدامه تحيه لابو انا عشان غفار بيت ابو غفار ده تقديره أنا اتربيت على كتافة على فكرة يا جماعة دي غنوة الأسطورة الباشا عماد العمدة وحش السيارات أرض اللواء رجال أعمال مصر بلعبوا العيلة كريم بن خليفة حسام السلامة باشا يا باشا عم عماد العمدة عم أحمد غازي اولاد جمعة تحية طيبة لارض اللواء عبد الله على السلامة كريم خليفة على فكرة يا جماعة دي غنوة الاسطورة واحد الله واحد الله معلو استاذ سكر معلو استاذ سكر الطرابيش وزير المالية سيد سكر الطرابيش 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 وخلعي وحسن الخلعي وشريف السبكي ومحمد شاهين يا كبير بقول عمينا حلو ورد طب عليك الحاج احمد السنة ابو ايبا الواسع معانا ابو ايبا انا تربيت على كتافة خال بعدين بعد اذنك اللي وصل دلوقتي الاصل وسبنا مصر الحمد لله على السلامة عيلة الرمل الناس عيلة الرمل عيلة الرمل اول مليون عيلة الرمل العيلة السعيدي بلاهم العيلة الاسكندرية حسن وحساب سمعة عيلة الرمل عيلة الرمل بلاهم العيلة يا باشا فار اسمعني يغني معايا يلا سمعة طب اللي بيحب النبي يسمعني ساعه ثانيه عايزين نسمع السلام ده وننزل طب بص بص اخوك احمد الشامي المنصوره الحاج احمد الشامي المنصوره يسري ارفع الوصف معانا الاستاذ حمو وشة قناه شعبيه قناه شعبيات والاستاذ وليد وشة تحيه لقناه شعبيات الحمد لله احسن مره واحده يا استاذ انا عايز الحاج عايز الشامي. عايز انا اسمعين نقول السلام ده وننزل على طول استاذ حمو وليد ويسا معانا نجوم كتير ومعانا ناس كتير الاستاذ جارشي اقول لك انا وتحيه جميله لكل الشعبيات نجم مصر الاستاذ سمسم شهاب نجم مصر ابو احمد نجم سمسم شهاب استاذ محمود مجدي اللي وصل قلنا حالات الشامي اربع الاستاذ سمسم شهاب واجب بلدنا نور الدنيا علينا يا ابو احمد ابو فضل نجم سمسم شهاب يا ابو احمد الحاج عادل رفا بسكر 5000 جنيه قبل كده الحاج احمد الشامي 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 المنصوره نبرو الدهليه الشامي الشامي الكلام 1000 جنيه يلا ابو عبد المنعم انا وبس اسماعيل بعد اذنك اهو حبيبي خالد الهليل الوحش هنقول السلام ده خلود خلود احنا هنقول السلام ده وهننزل على طول عشان معانا سكر الطرابيش بولا ايوه بولا انا تربيت على كتافة ولحم كتافي من خيرة من خيرة انا
عادل كوكو ده حقك وتقديرك ده تقديرك انا لو فضلت ابوس راسك واغطي وابوس على ايدك ده حاجة تعلي من قيمتي وما تقللش من هبتي قالوا يقول عني أصيل قالوا يقول عني أصيل وتأمرت فيها تربيتك اللي وصل معنا معلم موكش العطار سلامة سعيد سلامة محمد جاود البطل عني صلاح قالوا يقول عني أصيل الكرواني البطل تحية جميلة سمير كمان اللي وصل معانا بابي عبد الله عمو الحمام احمد عاطو عمو ليب ماشا الرئيس سيد محمود الرئيس سيد محمود عم سيد موجة وليب ماشا 17 الناس اللي جاية لسه في محمود